المديرية العامة للتربية صلاح الدين تعاني من نقص كبير جدا في الأبنية المدرسية، حيث أن المديرية بحاجة لبناء 66 مدرسة قبل عام 2013، وبالتالي أصبح هناك نقص كبير جدا في الأبنية المدرسية بعد الأحداث الأخيرة تعرضت المحافظة نتيجة الأضرار الكبيرة تعرضت لبعض المدارس، حيث كان الضرر جزئي في بعض منها والضرر كبير، ووصل الضرر إلى أنه هناك مدارس تفجرت بالكامل، ما زاد من قيمة من حاجة المديرية العامة للتربية إلى أبنية مدرسية إضافية معادة الأبنية التي كانت تحتاج لها قبل عام 2014. هذا الإضافة لأن فتح مدارس اللي يكون بشكل سنوي ما يقارب 80-90 مدرسة تفتح سنويا في المديرية العامة للتربية نتيجة شطر الملاكات، شطر الملاكات والمدارس للزخم الحاصل في هذه الأبنية، ما يستتبعه نقص في الأبنية، بالتالي تراكم هذا النقص الآن أصبح هناك عجز كبير جدا في الأبنية المدرسية في المحافظة. 4 مدارس قد تعرضت نتيجة جراء السيول، ضررها ليس كبير جدا، ولكن تعرضت كان الضرر في الأثاث المدرسي وكذلك في الزجاج العادي المدرسة، أيضا الأرضية المدرسة، وتم إعازة لقسم الأبنية المدرسية فورا بأداة كشوفات لإعادة تأهيلها بشكل كامل، وباشر الكادر الهندسي هذا اليوم بإعادة تأهيل هذه المدارس.